رسالة خاصة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينديز والعضو البارز في اللجنة جيمس ريتش إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت لمراحل العقوبات الأخيرة التي طاولت مقربين من حزب الله ومتعاونين معه، وسمت على وجه التحديد للمرة الأولى الرئيس نبيه بري. الرسالة حضت بايدن العمل مع حلفاء أمريكا في المنطقة لدعم العملية الديمقراطية الشرعية في لبنان، وانطوت على رفض واضح للفرنجية من دون أن تسميه. من الواضح أن هنالك يعني غمزة أو هنالك يعني رسالة موجهة إلى الفرنسي والرئيس ماكرون بعدم تجاوب الإدارة الأمريكية والفرقاء هنا في واشنطن الكونغرس أيضا مع رغبة الفرنسي بانتخاب رئيس للجمهورية هو مرشح حزب الله أي سليمان الفرنجي. فرسائل بعدة اتجاهات، ولكن أعتقد أن باريس عليها أن تتلقف هذه الرسالة من الكونغرس الأمريكي والآن أيضا من الإدارة الأمريكية، أنهم يريدون أو رسالة حتى إلى اللبنانيين أن لا تسمعوا إلى الخارج وانتخبوا رئيسا لكم بغض النظر عما يقوله الفرنسي أو ما يسعى إليه الفرنسي في لبنان. مخاوف من الجمود السياسي في لبنان برزت في الرسالة، وعن مفاعيلها وتداعياتها تحدث الأستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن وكبار الباحثين في معهد الشرق الأوسط فراس مقصد. هي بالأساس كانت رسالة من الكونغرس موجهة للرئيس بايدن تحديدا، وكان سبقها رسائل مماثلة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين، فهنالك ارتفاع بالنبرة من الكونغرس بيتعلق بهذا الموضوع. ولكن إذ كان هذه الرسالة أو حتى الرسالة اللي شاهدناها من الإدارة الأمريكية بالساعات المنصرمة، طبعا هذا تأثير اللوبي اللبناني والضغط ليكون هنالك موقف أوضح، موضح أمريكي أوضح بالشأن اللبناني، وبالأخص لأنه هنالك موقف فرنسي يتبلور يريد أن يأتي يعني مرشح حزب الله للرئاسة بلبنان. هنالك طبعا يعني تعدد للآراء أو هنالك اختلاف لأقول بالآراء ما بين اللاعب الأمريكي بهذا الموضوع والفرنسي. فإذا قرينا رسالة الكونغرس أو حتى رسالة الإدارة الأمريكية بالساعات المنصرمة، هنالك رسائل تجاه اللاعب الفرنسي واضحة المعالم، وأعتقد أن باريس ستتلقف هذه الرسالة. رسالة أتت في وقت حساس ودقيق لتؤكد هواجس الجمهوريين والديمقراطيين إزاء الملف اللبناني، ولتحث الإدارة الأمريكية على الضغط لتشكيل حكومة لبنانية ملتزمة بالشفافية وبتلبية احتياجات الشعب اللبناني.